اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وزي ما قلت لكم فقره مهمه جدا، لان بالتاكيد عندنا منافس قوي بكره في بطوله افريقيا في الجوله الثانيه امام نادي الهلال. نادي الهلال السوداني نادي كبير جدا وليه شعبيه جارفه في القاره الافريقيه وتحديدا في دوله السودان، فبالتالي مباراته غدا امام النادي الاهلي لها حسابات خاصه، والحسابات بالنسبه لنا على المستوى المهني والمستوى الاعلامي مهمه جدا عشان نعرف الجمهور ازاي الاعلام الفريق المنافس بيفكر وبيشوف مباراته مع النادي الاهلي. وكمان في قضايا رياضيه مهمه جدا في القاره الافريقيه، محتاجين نشوف اشقائنا في القاره الافريقيه ازاي بيفكروا فيها، ازاي عندهم حلول ليها، ازاي بيفكروا في هذه القضايا، هل قضايا مؤثره في القاره الافريقيه ولا ممكن تكون قضايا فرعيه. كل هذا واكثر زي ما قلت لكم هتكون مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي وسكرتير تحرير جريده الجوهره السودانيه الاستاذ ابراهيم الجيلي، وهو بالمناسبه مرافق لبعثه الهلال السوداني وموجود معهم في مباراتهم غدا ان شاء الله مع النادي الاهلي، وكان مرافق لبعثه الهلال خلال الايام الماضيه في التدريبات اللي اقيمت منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى ان شاء الله مباراه الغد غدا ان شاء الله في استاد السلام امام النادي الاهلي. استاذ ابراهيم الجيلي برحب بيك، منورنا ومشرفنا في قناه النادي الاهلي وسعداء بوجودك معنا النهارده. مرحبا بكم انتم كابتن محمد سعيد، ومرحب باسره قناه الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. حقيقة الواحد سعيد ان يطول على البرنامج وفي يوم مهم جدا، يوم تاريخي انا افتكره. وقبل كل شيء انا افتكر انه الرياضه هي اصبحت سفاره، ونتمنى انه يعني الفريقين يقدموا مباراه ممتازه، مباراه ممتعه، مباراه مثيره، مباراه تكون يعني باقي في الاذهان ان شاء الله. طيب بدايه عايز اعرف الاعلام السوداني والصحافه السودانيه كيف تفكر في مباراه الاهلي وماذا كتبت خلال الفتره الاخيره عن مباراه الاهلي في البطوله الافريقيه. الاعلام السوداني قاطبه بيهتم اهتمام كبير جدا بممثل السودان الوحيد اللي هو فريق الهلال. السودان كان مشارك باربع فرق، الهلال والمريخ والاهلي شندي والخرطوم الوطني، اربع فرق قويه جدا، ولكن تساقطت واحد تلو الاخر بنتائج يعني كان الخرطوم الاقرب للاستمرار والاهلي ايضا، ولكن المريخ غادر المنافسه من الدور التمهيدي، يعني لم يكن جاهز جاهزيه مثاليه، مفاجاه خروجه. يس انا افتكر انه الهلال والاعلام عام الاعلام الرياضي ساند الهلال بقوه في هذه المباراه، والاعلام الهلالي خاصه بمختلف يعني مسمياته مسموع ومرئي، و لان الصحافه بالذات هي يعني بتهتم اهتمام كبير جدا برحله الهلال القاهره، وخاصه انه هو واجه فريق كبير، فريق انجازات، فريق تاريخي مثل الاهلي اللي هو بطل القرن زي ما بيقولوا. والاهلي طيب برضو في جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، في جزئيه مهمه عايز اتكلم فيها وهي متعلقه ان فريق الهلال السوداني كان حريص على انه يكون موجود في مصر مبكرا، وفي نفس الوقت كمان عايز اتكلم على جزئيه ان نادي الهلال بعد مباراته يوم الجمعه الماضيه امام بلاتينيوم الزيمبابوي المفروض عنده مساحه اسبوع كامل قبل المجيء للقاهره ومباراته مع النادي الاهلي ان شاء الله بكره الجمعه، لكن كان عنده مباراه في السودان يوم الثلاث العصر، حرص ان هو يكون موجود في القاهره وفي مصر يوم الجمعه قبل مباراه الجمعه قصدي بحوالي 3 4 ايام، يعني خلص مباراه يوم الثلاث على طول جه القاهره في نفس اليوم عشان يكون موجود قبل المباراه باربع ايام، عشان يحضر للمباراه، عشان يشتغل على المباراه، عشان يكون جاهز لهذه المباراه. ليه تفكير نادي الهلال في كل هذه الامور خلال الفتره الاخيره عشان يكون موجود في القاهره رغم المسافه او المساحه او الوقت ما بين مصر والسودان يعني حوالي ساعه ونص او ساعتين سفر؟ الهلال زي ما قلت هو اهتم بهذه المباراه، ورغم انه الريزونام الدوري السوداني كانت يعني ضاغطه جدا، الهلال عنده اكثر من 8 او 9 لاعبين يشاركوا مع المنتخب الوطني باستمرار منتخبات الوطنيه الاولمبي والاول، وحاول يعني مع الاتحاد الكره يعني يعمل يعني تنسيق جيد من خلاله، قدم مباراه الوادي نياله اللي هي لعيبه يوم الاثنين العصر العصر يوم الاثنين العصر يوم الاثنين نفس يوم سفر البعثه الى القاهره. تمام، فاهتم بهذا التنسيق جيد حتى يكون عنده جاب مميز يقدر يصل للقاهره في توقيت كويس ويرتاح ويؤدي مناورات لهذه المباراه، مباراه الاهلي اللي هي تدريبات يعني. ايوه تدريبات، مباراه الاهلي مباراه مهمه، انا افتكر انه مباراه يعني
يعني خاصه انه الاهلي فريق كبير، ما قلت لك فريق انجازات، فريق له سمعه افريقيه، وفريق يعني منافس على كاس البطوله. مظبوط. الهلال استطاع انه يحقق انتصار يعني رائع امام بلاتونيوم، بدايه كانت موفقه، بدايه جيده رائعه بالنسبه للفريق السوداني. انا افتكر انه يعني دخل اتصدر المنافسه بثلاث نقاط وفارق هدف من النجم الساحلي، وفي نفس الوقت الاهلي عاد من تونس وهو خاسر. بالتاكيد المباراه حتكون صعبه جدا، انا افتكر حتكون صعبه لانه الاهلي خسر وهو من الانديه المرشحه للتاهل من هذه المجموعه. لذلك كان يعني كل امكانياته حيصبها في انه يتدرب بقوه ويتمرن بصوره جيده حتى يحاول يعوض الفارق ويبدا البطوله النقاط يبدا الهلال. اجواء المنافسه من جديد. طيب. ولكن الهلال انا افتكر انه وصل لهذه وصل للغاهره مبكرا، كان عنده تخطيط، والتخطيط هو افتكر انه من الهدف منه الخروج بنتيجه ايجابيه، رغم انه بلاعب الاهلي وهو الهلال من الفرق الكبيره، فرق الثمانيه المعروفه طبعا في الغاره الافريقيه، متواجد بصوره شبه دائمه في نهايات الدوري ابطال افريقيا او المجموعات بصوره شبه مستمره يعني. طيب ليه الهلال جه القاهره من يوم الاثنين؟ يعني مباراه الجمعه انا اخد المساحه الزمنيه دي اربع خمس ايام في بلد العب فيها مباراه، لما اكون مثلا مسافر مسافه بعيده رايح جنوب افريقيا، رايح زيمبابوي، رايح زامبيا، ادغال القاره تحت في الجنوب، محتاج اخد وقت ومساحه وقت قبل المباراه فسافر قبلها فتره زمنيه. لكن ليه الهلال فكر يقعد في القاهره من يوم الاثنين لغايه ماتش الجمعه؟ الهلال فكر في هذه المباراه نسبه لاهميه المباراه، وفي نفس الوقت حاول يعود على الطقس. في مصر الطقس بارد جدا، مصر الطقس الحالي حاول يعود اللعيبه على الاجواء بتاعت المباراه. وسبق ممكن اقول جمع الاهلي، الاهلي جاي من تونس، الهلال وصل معه او وصل قبل بساعات يعني في لمصر. والحاجه الثانيه انه الهلال بيسعى انه يتدرب ويرتاح ويخش اجواء المباراه بسرعه، هو تنسيق الجهاز الفني بقياده الكابتن صلاح محمد ادم والمدرب العام هيثم مصطفى رأوا ذلك. هيثم مصطفى نجم الكره، اسطوره الكره السودانيه. هم بيروا انه وصول الهلال مبكر لهذه المباراه يعني بدخلهم في اجواء، بدخل لعيبه الهلال، وهو كان محتاج للراحه بصراحه. زي ما قلت لك الهلال عنده اكثر من 8 9 لاعبين بيشاركوا في المنتخبات الوطنيه خلال فتره مضت، لذلك حاول الجهاز الفني انه يعني يدخل اللعيبه في اجواء تدريبيه مكثفه حتى يصل للمبتغى قبل المباراه بساعات، يعني مباراه الغد الجمعه ان شاء الله. طيب مباراه بلاتينيوم بالزيمبابوي اللي اتلعبت على استاد الهلال في الخرطوم في السودان، هل الهلال ادى فيها بشكل جيد؟ نتيجه المباراه 2-1 بالنسبه للاعلام والصحافه نتيجه مرضيه؟ الهلال بدا المباراه بشكل جيد، قدم مباراه في الشوط الاول، مباراه كانت رائعه جدا، يعني بذل فيها مجهود فني رائع، لعب بطريقه كان مميزه جدا. ولكن الشوط الثاني تراجع الاداء، والفريق الضيف كان بيتكتل على المعلومه، كان ممكن الهلال يخرج بنتيجه كبيره جدا، اكثر من 3-4 اهداف، ولكن لم يكن موفق. الصحافة بترى أن الهلال لم يكن بالمستوى، ولكن الجهاز الفني برى أنه هو عايز يلعب يكسب في كل الحالات، فلعب وحقق المبتغى، هو 3 نقاط وحصد النقاط، وهو الآن مصدر المجموعة الثانية. لكن الشوط الثاني كان الأداء متغير عن الشوط الأولاني. هو أنا أفتكر ممكن هو مش أنا في وجهة نظري أنا كإعلامي ممكن نقول أنه الأداء كان متغير، ولكن الجهاز الفني برى غير ذلك، بيحاول يلعب بكم طريقة في أثناء المباراة أو يقسم المباراة لجزئيات، يعني مش عاوز يجاري الخصم لانه هو اصلا كاسب بهدفين، كان هدفين او أيوة. قبل ان ياتي الهدف الثاني، هدف الفريق الخصم اللي هو بلاتينيوم ستار، هدف كان خاضع، يعني كان هدف ممكن يجي، ولكن اللاعب بفتكر انه كان ذكي جدا، خدع الحارس في اثناء ما هو كان بيوقف في الحيطه، كان بيثبت في الحيطه بتاعته، وقبل ما يرجع هو يعني تفاجئ بهدف في مرماه. طب احنا محضر لك مفاجاه كويسه، انت ما حضرتش المؤتمر وما كنتش موجود في التمرين، فعاملين لك خدمة إعلامية على أعلى مستوى، المؤتمر الصحفي لنادي الهلال السوداني للكابتن صلاح آدم المدير الفني، وتصريحات نادي الهلال قبل مباراة الغد أمام النادي الأهلي، وكيف يستعد نادي الهلال لمواجهة الأهلي غدا إن شاء الله في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. نتابع في هذا التقرير وفي هذا المؤتمر الصحفي، ثم نعود الحديث مع ناقدنا الرياضي الأستاذ إبراهيم الجيلي السكرتير التحرير جريدة الجوهرة السودانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي مشكلة في الحقيقة، من الأزمانية في السودان يبدو أنها انتقلت معي لمصر، يعني أنا صلاح محمد آدم وليس صلاح أحمد آدم. لا حتى في السودان يعني هي مشكلة، حتى
قلت هي من السودان ويبدو انها مصر لمصر. حضرتك ما تقول ان هو صلاح محمد. صلاح محمد ادم. سعيد جدا لوجودي في القاهره، ممتن جدا انا لمصر لانه تدربت في مصر على المستوى الرياضي في اتحاد الشرطه الرياضي، وتدربت على في مصر على مستوى حملي السابق ضابط شرطه، فممتن جدا لمصر، احب مصر جدا، سعيد جدا بوجودي في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، وسعيدين جدا جدا ان احنا في مصر، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. الاسود طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، وبجد نحن سعيدين جدا متواجدين في مصر، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. صلاح، بداية برحب فيك طبعا في بلدك مصر، واكيد طبعا اتمنى ان احنا نشاهد المباراه الشجاعه بين الفريقين كاسماء كبار في قاره افريقيا. اديت مباراه بمنتهى الروعه في المباراه الاولى وحققت الثلاث نقاط. اكيد الاهلي تعثر وعنده دوافع كبيره جدا، والاهلي دايما عنده روح الفوز دايما في المباريات، ولن يتخلى عن الفوز في هذه المباراه خاصه ان المباراه على ارضه. اكيد عامل حساب كل السيناريوهات دي ودارس فرق الاهلي كمان بالنواقص العدديه اللي هتكون موجوده. تقديراتك ازاي شايف ازاي المواجهه دي يعني بهذه الخواص؟ يا عم انت كتبت النهايه، يعني الاهلي لن يتخلى عن الفوز خلاص، يعني ما فيش داعي للتحضيرات. الاهلي مع الاهلي في حد ذاته يعني شيء ممتع وشيء جميل، لانه واحد من الفرق اللي تعتبر يعني رسم التاريخ كبير جدا على مستوى كرة القدم في العالم ككل، وليس على مستوى كرة القدم في افريقيا فقط. احنا سعداء جدا باننا بنلاعب فريق القرن، وسعداء جدا باننا بننتمي للهلال، فريق كبير جدا في القارة الافريقية، فريق كبير جدا في السودان. بنحمل امال وتطلعات 37 مليون، ما زي الاهلي يعني 120 مليون. ونتمنى ان شاء الله اننا نقدم مباراة تليق بالعلاقة الطيبة جدا بين الشعبين، وتليق بالمستوى الفني للنسبين الكبيرين، ونسعى بجدية شديدة جدا لاننا نخرج بنتيجة ايجابية من هذه المباراة. طيب مباراتنا مع الاهلي فريق كبير جدا، والهلال برضه فريق كبير، فنحن ان شاء الله جاهزين ونقدم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. بالنسبة للكابتن عمار، الحمد لله يعني تعافى تماما وشارك في اخر مباراة دولية اداها فريق الهلال يوم السفر الى القاهرة. من ناحية فنية ومن ناحية بدنية ومن ناحية صحية هو جاهز تماما، بتبقى بعد المسألة بتاعت الخيارات الفنية بتاعتنا نحن كجهاز فني، ودي قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. الجمهور، الزيادة بتاعت الجمهور، شوف كرة القدم متعادة في الجمهور، يعني كرة القدم بدون جمهور لا تسوى اي شيء. وإذا كان الجمهور حيشكل ضغط، فالضغط سيكون على الأهلي وليس على الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذه التصريحات المقتضبه للمدير الفني الكابتن صلاح ادم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، ومحمد مختار بشه
عايز اقول بيشا الصغير، لان طبعا كان في نجم كبير في نادي الهلال سابقا اسمه بيشا، وكان لعيب كبير جدا حتى نفس الستايل، فعشان كده محمد مختار واخد نفس اسم الشهره للكابتن بيشا الكبير اللي كان نجم كبير جدا في نادي الهلال السوداني. تصريحات مقتضبه، والمؤتمر يعني اعتقد كان الصوت وكان في دوشه كتير حوالين هذا المؤتمر الصحفي، لكن بشكل عام في تصريحات مهمه. يعني كان حتى المدير الفني الكابتن صلاح ادم اتكلم على ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي القرن في افريقيا، واللعب مع النادي الاهلي شيء ممتع، فده في حد ذاته تصريحات مهمه بتنم عن احترام المدير الفني نادي الهلال لقدر وقيمه النادي الاهلي. طيب استاذ ابراهيم، تعليقك على وقائع المؤتمر والتصريحات اللي قيلت سواء من مدرب الهلال او حتى قائد الفريق. التحية لي للمدرب صلاح مادم، المدير الفني للهلال، وكابتن بيشا صغير محمد مختار بيشا صغير، والتحية لبيشا الكبير ايضا هداف الهلال المنتخب الوطني. انا افتكر انه المدرب تحدث بعقلانيه وتحدث يعني تصريحات منضبطة، يعني هو بفتكر انه بيحمل امال وطموحات 37 مليون نسمة امام فريق القرن، وهو بيقول انه اللعب امام فريق القرن لعب ممتع، ممتع دي لغه مدربين، انا افتكر انه ممتع من داخل مستطيل الاخضر يعني. هو افتكر انه قادر انه يتعامل مع المباراه بالشكل اللي هو وضعه في ذهنه. وحتى تحدث عن مدافع الهلال عمار الدمازين من اللاعبين الدوليين المميزين جدا يعني، ويعني بفتكر انه اللاعب دخل خياراته، دي من الدعامات الحقيقيه في صفوف الفريق الازرق. انا افتكر انه عمار اضافه، وممكن هو قال ممكن يدفع بيه وممكن ما يدفع بيه، وبرضه هو لغه عايمه، ولكن انا افتكر انه هو يعني استطاع انه يجهز المجموعه بتاعت الهلال، رغم انه الهلال يعني كشف منقوص، يعني الهلال لم يكن مكتمل الصفوف، في غيابات مكتمل الغايمه يعني، في غيابات، ما فيش غيابات في المجموعه الحاليه، ولكن في غيابات في لاعبين يتشطبوا يعني في اثناء ما الهلال قدم الكشف الافريقي يعني ثلاثة اربع لاعبين اللي هو حسين الجريف، وفي لاعب في اثنين من المحترفين، فكان الهلال محتاج اليوم في مثل هذه المباريات الكبيره جدا، يعني بعد ما تأيدوا في القائمه الافريقيه ايوه بشكل نهائي خلاص مشيوا. نعم نعم، في مباراه كان مباراه البطوله العربيه، مباراه النصر الاماراتي، يعني كان حسين الجريف من العناصر المهمه، وهو الان في المنتخب يعني من عناصر المنتخب الاساسيه، ولكن تم شطبه، وكان الجهاز الفني محتاج له بصراحه يعني، ولكن هي رؤيه بتاعت اداره تمام وجهاز فني مع بعض ان شاء الله. طيب ده جانب من تدريبات فريق النادي الهلال السوداني على ملعب المباراه، ملعب السلام اللي هيستضيف مباراه الغد امام النادي الاهلي، والهلال السوداني بيتمرن في نفس توقيت المباراه، يعني هذه اللقطات منذ دقائق قليله كانت على ملعب السلام، لان مباراه الغد ان شاء الله هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا بإذن الله إن شاء الله الكل بينتظرها غدا في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية. طيب أستاذ إبراهيم، هل نادي الهلال أولا الجهاز المعاون، هل شخصية يعني ده عضو الجهاز من خارج السودان اللي شغال دلوقتي مع اللعيبة في الملعب؟ ده كابتن معاذ هراوي تونسي مدرب الأحمال، هو مدرب اشتغل في نادي الترجي واشتغل في احد الانديه الالمانيه، مدرب يعني مميز جدا، يعني منح الهلال يعني جرعات بدنيه عاليه، معد بدني، وساهم معد بدني وساهم في يعني ارتقاء في اللياقه البدنيه، واصبح منسجم جدا مع الجهاز الفني ونفذ عمل جيد بصراحه يعني. طيب اعتماد الهلال على مدرب وطني، وبالنسبه لنا مفاجاه ان يكون المعد البدني او معد الاحمال من تونس. هو بصراحة الهلال كان بدأ هذه المنافسة بمدرب تونسي هو نبيل الكوكي، كابتن نبيل الكوكي الآن انتقل لوفاق سطيف الجزائري، وصلاح محمد آدم كان من مساعد أو مدرب العام لنبيل الكوكي، ومشى في المنافسة بشكل جيد، وقبل مباراة الدور الأول تمت إغالة نبيل الكوكي، واعتمد اداره النادي كابتن صلاح محمد، هم المدربين السودانيين الوطنيين مميزين جدا يعني، ودرب اكثر من نادي وقدم مستويات كويسه ونتائج جيده مكنته انه يعني يصبح مدرب الهلال، وهو قبل هذه الفتره سبق ان درب الهلال وحقق ايضا نتائج جيده، ويعني اصبح محل ثقه حتى يكون المدير الفني رفقه كابتن هيثم مصطفى المدرب العام. وصلاح هو بصراحه هو استطاع ان يصعد بالهلال الى دور المجموعات على حساب انيمبا النيجيري. حقيقه كانت مباراه قويه جدا. قدم مباراه قويه جدا في نيجيريا بعشر لاعبين بعد ان تم طرد اللاعب نزار حامد. وفي ربع الساعه الاولى من الشوط الاول. مظبوط. واستطاع انه يحقق الانتصار في ملعب الجوهره الزرقاء، هو ملعب يعني معروف مشهود لكل فرق الغار الافريقيه يعني. ملعب كبير والجمهور بيملأ الملعب على اخره.
اكيد ملعب بيتملي على الاخر، وبعدين ملعب يعني بيقول عليه هو القلعه الزرقاء او المقبره، ملعب المقبره الزرقاء. يعني سبق انه الاهلي القاهري برضه لعب في امام الهلال 2007 وغلب فاز على الهلال هنا بهدفين، والهلال تمكن من التغلب عليه بثلاث اهداف. والمباراه الشهيره اللي كان فيها هيثم مصطفى وكانت فيها اكيد اكيد اكيد. هيثم حاليا هو مدرب في الجهاز الفني، مدرب في الجهاز الفني. وهيثم منذ فتره ولا فتره قريبه؟ فتره كافيه كانت يعني اكثر من 3-4 شهور. وهيثم قريب جدا من الهلال ومتابع جدا لاخبار النادي ولصيق باكثر من 15 لاعبين، وهم بعض اللاعبين زاملوه في الهلال قبل ان يعتزل. كان نجم شباك في الهلال السوداني. اكيد اكيد من ابرز النجوم واساطير الكوره السودانيه. يعني طيب الهلال السوداني في التوقيت الحالي بعد الفوز على بلاتينيوم 3-2-1 وبيستعد لمباراه الاهلي، هل هناك غيابات مؤثره؟ التشكيله الاساسيه للفريق اللي لعبت مباراه زيمبابوي ممكن تكون موجوده في مباراه الغد؟ يعني عرفنا كده التشكيله او ابرز اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في مباراه بكره. هو الهلال حاليا من الاسماء الموجوده ما فيش غيابات، بالعكس في اضافات في دعامات، مثل اللاعب نزار حامد اللي هو تم طرده في مباراه نيجيريا، وقف لمباراتين امام بلاتون ذهاب واياب، وهو الان يعني بدعم قائمه الجهاز الفني. بالاضافه لعمار الدمازين عايد من الاصابه، من المدافعين المميزين جدا. يعني هسه اتكلم عنه صلاح محمد عادل، شايف في المؤتمر الصحفي وبقول انه اللاعب عمار الدمازين اصبح بكامل الجاهزيه ودخل الخيارات الفنيه. عنصر مهم في الدفاع. عنصر مهم ويعني افتكر انه لاعب خبره، لاعب يعني هداف ايضا. يعني بيتمتع بهيئه جيده جدا وطول فارع وقادر انه يسجل الاهداف. طيب هنرجع للتشكيله الاساسيه وابرز اللاعبين اللي ممكن يكونوا موجودين بكره مع الهلال في مواجهه الاهلي، لكن نخرج الى تقرير مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، ولقاء خاص ولقاء حصري مع الكابتن صلاح ادم المدير الفني لنادي الهلال السوداني عقب المؤتمر الصحفي، وحديث مهم عن مباراه الغد امام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، اجواء خاصه ومباراه غايه فيها الاهميه، فريق الهلال السوداني والنادي الاهلي على استاد السلام. ان شاء الله كل التمنيات للفريقين الاحسن، ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. لكن سريعا بينضم لي طبعا المدير الفني الكابتن صلاح محمد ادم. برحب بك يا كابتن صلاح، ومباراه قويه وليها استعدادات خاصه بالنسبه لكم، واستعدادات فنيه واستعدادات نفسيه ايضا كمان. لو بتكلم على الجانب النفسي، قدرت تتكلم مع اللعيبه ازاي؟ تحفيزك ليهم كان ازاي؟ لان حضور 15000 مشجع هيبقى امر اكيد يعني عبء شويه على فريق نادي الهلال السوداني. 15000 اخواتنا يعني ما فيش مشكله، هيشجعونا ان شاء الله ال 15000. لا يعني مجرد اللعب امام الاهلي نفسه حافز للاعب، لعب امام فريق كبير صاحب تاريخ مثل الاهلي، هو في حد ذاته تحفيز للاعبين. هي من المباريات المدير الفني ما بيحتاج للحديث الكثير فيها، باعتبار انه اللاعب اصلا مهيئ لانه يؤدي افضل ما يملك. كمان نفوذكم على فريق بلتانيوم اكيد مدي دفعه كبيره جدا للاعبين ومدي دفعه للمدير الفني. المجموعه صعبه والمجموعه اكيد ما نقدرش نقول مين اللي يقدر يصعد، لان كل المباريات بتخلص على المستطيل الاخضر. تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا يا كابتن صلاح؟ لا اكيد طبعا، وفوزنا على بلاتينيوم كان عنده القيمه الكبيره، باعتبار انه احنا الظروف الاخيره في البلد وكده ما سمحت لنا باننا نعمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال في السابق، وبطولة الدوري بتاعتنا نفسها حصل لها كثير جدا من التأرجح. ففي ظل هذه الظروف لما تحقق الفوز انا بعتبره كان فوز عنده ثمن غالي جدا يعني. الحمد لله فنيا يا كابتن صلاح، في قراءات فنيه وفي متابعات لفريق النادي الاهلي سواء المباراه الاخيره او المباريات الاخيره، بتشوف النادي الاهلي ازاي؟ لان النادي الاهلي يمكن بفوز مع اداء المباراه الاخيره داخل في البطوله الافريقيه تعثر، لكن كان في ظروف صعبه في مباراه النجم الساحلي، ده ليه تاثير فنيا او بالنسبه للاستعداد بالنسبه لكم يا كابتن صلاح؟ لا هو الاهلي يبقى هو الاهلي يعني في كل الظروف وفي كل الاحوال، ونحن نتعامل مع فريق كبير، فريق صاحب تاريخ، فريق صاحب حاضر، ولا تؤثر عليه هزيمه مجرد هزيمه او خساره مباراه، يبقى الاهلي هو الاهلي. زادت دوافعه لمباراتنا ونحن ندرك هذا تماما وتحسبنا له. شكرا جدا لك بصلاح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل الشكر التقدير طبعا للكابتن صلاح محمد ادم المدير الفني لنادي الهلال السوداني. اكيد كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الغد، حضور 15000 زي ما بناكد يكونوا دافع ويزين بيه استاد السلام. عوده الاستوديو طبعا. شكرا زميلي العزيز كريم احمد على هذا اللقاء الخاص والحصري مع المدير الفني لنادي الهلال السوداني، واللي بيتميز بروح الدعابه، شخصيه جميله، دمه خفيف الكابتن صلاح ادم، وبيغازل الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه في مباراه الغد، ودي روح مطلوبه بين الاشقاء بالتاكيد في المباريات. استاذ ابراهيم، واحنا في الفاصل كده وبنتكلم على كابتن صلاح ادم،
خفيف الظل بيهزر دايما وبيتكلم عن النادي الاهلي بكل تقدير واحترام، وحتى زميلنا كريم بيتكلموا عن حضور 15000 متفرج بكره وهيأذروا ويشجعوا النادي الاهلي، فقال له حتى كمان هيشجعونا لان دايما اخواتنا واشقائنا. اكيد صلاح والله من المدربين الوطنيين الرائعين جدا، مدرب يعني قدم نفسه بصوره جيده ومدرب يعني بيملك قيمه فنيه عاليه جدا. وصلاح هو استطاع انه يستمر مع الهلال لفترة طويلة بعد ما صعد معه لدور مجموعات، وهو الآن بيتكلم بصيغة واثقة يعني خطأ يعني قادر أنه يتكلم إزاي وقادر أنه يعمل، هو متعود على كده يعني أكيد. حتى في الدوري السوداني في مبارياته أو في مباراة بلاتينيوم خفة الظل الضحك الهزار دي طريقته، ولا هو عشان مباراة الأهلي فبيصدر إن هي صورة عشان يزيل الضغط على اللعيبة وعلى الفرقة؟ هو بالعكس صلاح محمد من المدربين النفسيين جدا يعني نفس. بيقدر بيطلع اللاعبين من الجوانب النفسيه وقادر انه يخش في اللاعبين ازاي وبيتعامل مع نفس الروح بتاع الدعابة اللي هو اتكلم بها، بيتعامل مع اللاعبين يعني لما يكون في المعسكرات وفي بيطلع من انه هو مدير فني يعني مدرب ممكن نقول عليه انسان متواضع جدا. ولكن مباراه الاهلي هو بيتكلم عن الاهلي، هو الاهلي، هو قال الاهلي هو الاهلي، عارف القيمه الفنيه الكبيره جدا للاهلي، وفي نفس الوقت هو لاعب الاهلي وقال انا هستمتع يعني مع في مباراه الهلال امام الاهلي. ده بوريك انه هو يعني هو استطاع انه يجمع ادق المعلومات عن الاهلي. وقبل ان الهلال الكره بقت كتاب مفتوح دلوقتي اكيد المدربين الاثنين فاينر شافوا بيتكلم قبل سويسرا فاينر مدرب الاهلي قبل يومين بيتكلم انه يعني هو عارف الدفاع بتاع الهلال وعارف الحارس انه بخطأ ازاي. انا تابعت بصراحه في موقع الاهلي وتابعت في المواقع المصريه والصحف يعني حسيت انه في على ضغط بعد الخساره في تونس السويسري، ولكن صلاح انا مش عارف هو بيتكلم، ولكن بيملك ذخيره معلومات وافيه عن الاهلي في مباراه ممكن انت قلت كتاب مفتوح، هي كتاب مفتوح ايضا مباراه كتاب مفتوح، ولكن تبقى الخبرات تبقى القيمه الفنيه للاعبين تبقى الخطط الفنيه للمدربين الاثنين يبقى التكتيك هو البحث الشاطر يكسب. والميزه في المباراه مش هتكون فيها اي ضغوط بالعكس يعني هي مباراه النجم الساحلي انا بعتبرها دافع للاهلي عشان يعمل مباراه كبيره غدا امام الهلال. الهلال جاي منتشب بالفوز والثلاث نقاط امام بطل زيمبابوي وعامل عايز يعمل نتيجه ايجابيه في بدايه دوري المجموعات ويخش في المنافسه مع الاهلي والنجم. هو الفوز الفوز على بلاتينيوم ما يكفي، انت بتوجه الاهلي بتوجه الاهلي يعني انا كيف جدا انه صلاح واضع مكانه للاهلي. اي مدرب يحترم الفريق الخصم هو قادر انه ينفذ قدامه لانه بيلتزم بالضوابط الفنيه مع لاعبينه يعني يقدر ينفذ، بشوف المفاتيح ازاي بشوف الاسماء الكبيره بيعمل لها حساب. هو امبارح تابع الاهلي امام بني سويف في الكاس في مباراه كانت يعني حضر المباراه فيها ضغط، انا حضر المباراه وتابع افتكر هو كان عنده تمرين في نفس الوقت كان عنده تمرين ولكن هو كان حريص انه يشوف ملامح الاهلي الجديده، ولكن انا شايف المدرب كان في ضغوط عليه جدا مدرب الاهلي فاينر هو قبل الهدف اللي جاء في الدقيقه 75. لا انت عشان مباراه الكاس بس بتبقى دايما مباراه الكاس ما لهاش حسابات، ما هو بفتكر انه هو ده الفريق اللي هيلعب مع بكره كان حريصا انه يشوف ملامحه يشوف الاسماء اللي لعبت العناصر البديله الاسماء. هو الاهلي فيه غيابات امثال معلول علي معلول امثال ايمن اشرف ثاني مين كده حمدي يعني دي من اللاعبين المؤثرين جدا في وفي خط الدفاع. طيب تشكيل الهلال ابرز اللاعبين وتشكيل الهلال بين حارس المرمى لغايه راس الحرب تشكيله الهلال هي الهلال ماضي يطلع من التشكيل اللي لعبها امام بلاتونيوم دي التشكيله الرئيسيه هو بيلعب بها. وانا افتكر انه الجهاز الفني للاهلي بيكون تابع وعرف وحتى تابع امام الوادي النيالي عرف انا سمعت التصريحات هو تابع الهلال وشاف شكله وتكلم عن التنظيم اللي بيلعب بيه وتكلم عن العناصر بالارقام، ولكن انا لاحظت انه الجهاز الفني للهلال لعب بارقام مختلفه يعني خلط الاوراق على فاينر يعني اللاعب بيلعب رقم 4 بيلعب برقم 3 او رقم 2 وهو ما غير بعض في بعض اللاعبين تم توليفهم في بعض الخانات. ده تقصد في مباراه الدوري ولا في مباراه الدوري الاخيره؟ يعني الهلال حاول انه عرف انه مقياس المباراه الافريقيه لان انت ممكن في الدوري يكون عندك لعيبه بتلعب بمباراه الدوري مش مقيدين في القائمه الافريقيه. صح هو اكيد انه مباراه بلاتينيوم هي المقياس الاساسي. اكيد انا برضه شايف امبارح كابتن فاينر في بعض اللاعبين ما لعبوا اساسيين بيلعبوا امام النجم الساحلي وده اللي حصل في الامس هم كانوا بغيبوا يعني تم اراحتهم على اساس انه يتدربوا وهم حافظين بعض يعني افتكر انه تمام. طيب
عرفني بقى على تشكيله الهلال، عايز اعرف الاسماء، الفرقه، اللعيبه، الحارس المرمى، راس الحربه. الهلال في اخر تشكيله لعب جمال سالم وهو يواندي محترف بصفوف الهلال، لعب من قبل في المريخ حارس المرمى. حارس المرمى في قائد الفريق اسمه عبد اللطيف بوي، عبد اللطيف سعيد بوي هو كابتن الفريق، بيلعب ديفنس ومعه لعب جنبه سماوال مرغني، لعب طرف اليمين لعب أطر الطاهر، طرف الشمال لعب فارس، في الوسط كان بلعب نصر الدين الشغيل، لعب نصر الدين الشغيل لاعب دولي، لاعب دولي وكابتن المنتخب الوطني. نعم بلعب بجواره أبو عقلة، وبلعب أيضا قدامه بلعب مين، بلعب بيشا الصغير هو حل بديل، افتكر كان بيتكلم قبل شوية. وفي خط الهجوم افتكر أنه واضح صلاح الضي، هو محمد موسى الضي هو اللي احرز الهدفين في شباك بلاتينيوم. محمد موسى الضي ده من اللعيبه الفراوده ومميزه جدا في خط الهجوم. هو لاعب دولي ايضا بيلعب في المنتخب وايضا معاه وليد الشعول الهداف، كان منافس قوي جدا للبطوله البطوله الافريقيه الماضيه اللي هو الكونفدراليه. لكن ما فيش نجم زي مثلا هيثم مصطفى، تحس ان الفريق جماعي؟ والله هو الهلال ملائم مليء بالنجوم والكفاءات واللاعبين، ولكن الاسماء الكبيره صاحبه التاريخ والاسماء اللي لعبت في المنتخب الان هي بتغيب يعني غير موجوده. ايوه ولكن زمايل هيثم مصطفى زي نصر الدين الشغيل، زي عبد اللطيف سعيد بوي، زي نزار حامد. نزار حامد هو برضه كان في لعيبه الفرقه، كانوا زملاء الهيثم في كان زملاء الهيثم قبل كده اكيد. ايوه هي أطهر طاهر من اللاعبين المنتخب الأولمبي اللي هو، ونزار حامد هو كان بلعب مع الهلال كان زميل. طيب. هيثم عبد اللطيف سعيد كان زميل هيثم، هو الآن كابتن الفريق. طيب هل حصلت هزة في الهلال بعد رحيل نبيل الكوكي؟ في بعض على طول يعني تم تدارك الأمر سريعا. والله هو تم تدارك الأمر بسرعة لأنه صلاح محمد المدير الفني الآن هو كان المدرب العام أو مساعد المدرب، فكان من ضمن الجهاز، كان من ضمن الجهاز الفني، عرف الخلل وجلس مع إدارة النادي وتناقشوا في بعض الأشياء، وفي لاعبين كانوا مصابين تمت يعني تكثيف العلاج لهم، عادوا بسرعة ومن ضمنهم عمار الدمازين، وهو الآن مسيطر على كل الأمور الفنية وقادر أنه يحقق نتائج حتى على مستوى الدوري والبطولة الأفريقية. طيب نقطتين كده سريعين لأن باقي خمس دقائق في ميعاد الحلقة وتنتهي. نظام المسابقات في الاتحاد الافريقي، يمكن احنا دايما في مصر بنشوف دوري ابطال افريقيا لما تتغير مواعيد المباريات بيحصل دربكه في جدول الدوري المصري. في السودان انتوا لعبتوا لغايه دلوقتي في الدوري حوالي 12 مباراه او 10 مباريات، يعني في فرق لعبت 10 وفي لعبت 11 و12 اكيد، لكن وصلتوا للاسبوع ال 12. بعد تغيير مواعيد بطوله افريقيا هل حصل تغيير في الدوري السوداني في المواعيد؟ حصل دربكه في جدول الدوري ولا السودان بتتعامل ازاي مع تغيير الاجنده الافريقيه؟ هو في السابق كان السودان كان في دربكه في الدوري، وحتى المواسم بتاعت الكره الافريقيه والعالميه ايضا بيكون بدات السودان بكون يعني لتو هو عايز يستعيد للدوري، ولكن من خلال هذا الموسم يعني السودان بقى يلعب مع كل الدوريات. بتبدا الدوري من شهر كام؟ ايوه من قبل شهرين هو الدوري بدا او ثلاثة يعني بدا في 9 مثلا. ايوه بدا في شهر 9 والان هو وصل للجوله 12، يعني ماشي في نسق واحد مع الدوريات العالميه كلها والافريقيه ولكن المنتخب الوطني دائما لما يشارك لانه هو نجوم الفرق في الدوري الممتاز هي بتمثل المنتخب الوطني، لذلك بتم ايقاف المنافسه للمنتخب سواء كان اسبوع او ثلاثه ايام اربع ايام، بعد ذلك بتوقف الدوري حتى الفرق اللي ما بتلعب بتكون واقفه لان المنافسه على كل بتجيف يعني. تمام. لذلك بيتارجح بعض الاسابيع. الهلال الان قدم مباراه الوادي نيالا عشان يلعبها حتى يتمكن من السفر مبكر يوم الاثنين، حتى يتمكن من السفر حتى لعيب العصر يعني الدوري كان بيلعب بالمساء هو لعيب العصر حتى يتمكن من السفر ترتيب للسفر للقاهره عشان يقدر يرتاح ويعيش الاجواء او يدخل الاجواء بتاعه المباراه. لكن الجدول محطوط لغايه الاسبوع الاخير، ولو حصل تعديل في مباراه الافريقيه ممكن تعدل كم اسبوع في الدوري المحلي؟ ممكن هو الاتحاد برا مصلحه الفرق اللي بتشارك بتمثل السودان في الخارج. طيب اخر حاجه متعلقه بالتحكيم الافريقي، الصحافه والاعلام السوداني مهتم بهذه القضيه وهذه الجزئيه ولا عشان الانديه السودانيه والمنتخب بعيد عن التصفيات والمباريات النهائيات ليس هناك اهتمام اعلامي بهذه القضيه؟ بجد التحكيم الافريقي اصبح تحكيم سيء جدا، حتى في مباراه الهلال الاخيره امام بلوتينيوم يعني التحكيم الجامبي يعني انا شايف الهلال كان ممكن يفوز اكثر من 4 اهداف. الحكم في ضربه جزاء في داخل خط 6 ياردات يعني بتجاوز عنها بكل يعني جراءه، وفي هدف من داخل خط 6 ايضا بتلغي. فلذلك انه التحكيم انا افتكر بصوره عامه اصبح سيء بصراحه، سمعته سيئه جدا. دور مجدي شمس الدين وكان عضو مكتب تنفيذي قبل كده
مجدي صدين كان رئيس لجنه الحكام باتحاد الكره السوداني السابق، ولكن مجدي الان هو خارج منظومه اتحاد الكره السوداني. دي اتحاد جديد، اسماء جديده بتدير الكره. فبالتالي هو بعيد عن الاتحاد الافريقي. اكيد بعيد ايوه. لكن التحكيم الافريقي هناك ازمه كبيره. ازمه كبيره، انا افتكر انه الصحافه السودانيه وحتى بيختلف انواع الاعلام. انا شايف منزعجين جدا من التحكيم، وعندما وصلت مصر وجدت انه كل الشارع بيتكلم عن التحكيم سيء، مش مباراه تونس فقط، ولكن التحكيم بسرعه ما اصبح غير مشرف صراحه يعني. حقيقي. أطبع غير مشرف. أستاذ إبراهيم الجيلي سكرتير تحرير جريدة الجوهرة السودانية، أنا بشكرك، شرفتنا ونورتنا وسعداء بوجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وإقامة موفقة إن شاء الله في مصر خلال هذه الفترة. أنا أسعد وبشكركم أيضا في برنامج الأهلي الليلة، وشكرا لك كابتن محمد سعيد، وفرصة جدا نتمنى أنه يعني الفريقين يقدموا مباراة جميلة جدا، مباراة يعني يستمتع بها جمهور وادي النيل. أنا أفتكر أنه الفريقين هم لهم تاريخ ضارب في الجزر، الأهلي والهلال. حتى الآن الفريقين متساويين في كل شيء، يعني حتى عدد المباريات، عدد الانتصارات، عدد الخسائر، عدد الأهداف في كل شيء، ونتمنى أن المباراة تكون يعني مرضية للطرفين يعني. مباراة جيدة إن شاء الله في القاهرة، ونفس الاستقبال ونفس الروح الطيبة هتكون في مباراة العودة إن شاء الله في أم درمان في السودان في الخرطوم. وزي ما قال الأستاذ إبراهيم، جمهور وادي النيل، جماهير وادي النيل بيربطنا علاقات صداقة وعلاقات تاريخية وطيدة بين مصر والسودان عبر الأزمنة وعبر التاريخ. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة الغد مباراة طيبة وقوية لفريق النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي عليها عامل مهم جدا في مباراة الغد، وقبل العامل المهم في التشجيع والحماس والشد من مؤازرة اللاعبين، إن شاء الله المباراة تخرج بشكل إيجابي وبشكل طيب. 15,000 متفرج هتكون بداية طيبة، عشان بعد كده عدد الجماهير يوصل لمساحة وعدد أكبر، 20,000 25,000 المساحة الكاملة في كل المباريات الإفريقية القادمة. فبالتالي بداية موفقة إن شاء الله. الجمهور النادي الأهلي هيضرب المثل في التشجيع وفي الحضور وفي الالتزام في مباراة الغد، وإن شاء الله دايما تكونوا أنتوا في صف النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي ورقم واحد للحفاظ على حقوق النادي الأهلي، وبتكونوا دايما في ظهر الفريق في المباريات الإفريقية الهامة. كل التوفيق يا رب لريني فايلر والجهاز واللاعبين، 3 نقاط مهمة غدا أمام نادي الهلال السوداني، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية إن شاء الله في البطولة الإفريقية. إلى هنا بتنتهي فقرات برنامج الأهلي الليلة، إن شاء الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة، وألتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى ومتابعة لما هو جديد في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، وتصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.